تفضلت سمو الشيخة جواهر بنت عبد الله بن عيسى الخليفة حرم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل بافتتاح المعرض السنوي للزهور والخضروات والذي ينظمه نادي البحرين للحدائق وذلك في قاعة أوال بفندق الخليج بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة النادي. بهذه المناسبة أكدت سموها على ما يحظى به القطاع الزراعي في مملكة البحرين من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم مستمر لكافة الجهود والمساعي الرامية لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. ونوهت سموها بالجهود والإسهامات البارزة التي تبذلها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله لمواصلة تطوير وتنمية القطاع الزراعي من خلال دعم تبني مختلف المبادرات والمشاريع النوعية التي تسهم في الارتقاء به والتي جعلته أحد القطاعات الرافدة لمسارات التنمية وداعمة للتنوع الاقتصادي. وأشارت سموها إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الزراعي بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي في مملكة البحرين، لافتة إلى ما يشكله المعرض السنوي للزهور والخضروات من منصة لتبادل الخبرات والتجارب وحدث يشجع على تعزيز الإبداع والابتكار في الإنتاج الزراعي، مشيدة بالجهود الدؤوبة للقائمين على تنظيم المعرض متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح. وطلعت سموها عن كثب على نماذج للمشاركات المتميزة في المسابقات المختلفة والتي ينظمها النادي سنويا. تاريخ عريق تميزت به مملكة البحرين في الإنتاج الزراعي منذ سنوات طوال، فما كانت جودتها إلا وأن زرعت بذورها بأيد بحرينية كدحت واجتهدت لتجني ثمارها اليانعة. وللحفاظ على الأشجار المثمرة والفواكه البحرينية تأسس نادي البحرين للحدائق والذي لا يزال يحقق أهدافه الرامية إلى توعية المواطنين للاهتمام بالزراعة وتشجيعهم على زراعة الأشجار لتزيين بلدهم، إلى جانب المسابقات السنوية اللافتة التي تستهدف الطلبة والهواة والمحترفين. من بدايات النادي كان اهتمامه بالشباب والأطفال. في البداية كنا نبي نخلي طريقة البسنة الصحيحة، شلون تعامل مع الأرض، شلون تعامل مع الأشياء اللي تابعة حق الزراعة. بعد ما قطعنا شوط ركزنا على الشباب ان هاي مهنة الزراعة مو انك انت فلاح وفي الأرض، في يعني تخصصات متشعبة تابعة حق الزراعة
إن يكونون فيها حتى انتربرينورز، إن يعني يسوون أشياء وايد، فهاي تشجيعنا ركزنا عليه. معرض الزهور والخضروات يحمل هذا العام تراث البحرين شعارا له، ليسلط الضوء على أهمية السعي لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على المحاصيل البحرينية المتميزة. شاركت الوزارة مع النادي من تقريبا من بدايات، يعني نقول 50 سنة، يعني الوزارة شغالة ومشاركاتنا مستمرة مع النادي لأهمية الحدث، لأن إحنا في الوزارة عندنا برامج وأنشطة متنوعة للمحافظة على البيئة وغرس حب الزراعة في الأطفال ونشر الثقافة الزراعية. يوم سعيد في حياتي أنا لأن فازت بكأس الملك، وهو طبعا من أحلى أهم الكؤوس الموجودة في النادي، وأنا يشرفني هذا الشيء. بحرين وايد تغيرت عن أول، الزراعة فيها صار قطاع وايد مهم، ونوع الأشجار ونوع الزهور اللي الحين في البحرين موجودة غير، مو بس الدفلم والأول، في وايد زهور جديدة تستنبت في البحرين بصورة جميلة جدا. نماذج متميزة نالت شرف المشاركة في مسابقة نادي البحرين للحدائق، وخصص للمشاركين جوائز متعددة لتعكس اهتمام الهواة والمحترفين بالزراعة، ومن شأنها أن تشجع على المشاريع الزراعية النوعية والمتميزة التي تفتح آفاقا نحو مستقبل زراعي مشرق. من مبدأ الاهتمام بالقطاع الزراعي المحلي وتنويع المنتجات الزراعية إلى جانب الرافع من مستوى العديد من المزارعين، يقام المعرض السنوي للزهور والخضروات الذي ينظمه نادي البحرين للحدائق، ليحفز على تبني الأساليب الحديثة والذكية في تحسين الإنتاج الزراعي. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.